اهلا وسهلا بيكم. طلب مني كتير جدا ان انا اعمل تركيبة العلف تاني بدون حمص للناس، لان الناس مش عارفة تجيب الحمص. فالنهاردة ان شاء الله هنجيبه، هنعمل العلف النهاردة، وانا ما بعملش حبة صغيرة وارجع تاني احتاج، بعمل كمية شوية عشان خاطر ايه الاسعار كل يوم في زيادة ويبقى العلف موجود. بس انت تقدر تعمل النسبة دي عندك لو انت عايز تعمل كمية اقل او ازيد. ان شاء الله ديت عملنا دشوش الذرة 50 كيلو، اهي دشوش الذرة 50 كيلو، فول صويا مصري 50 كيلو، اهو هطلعه لك اهوت، اهو اهو فول صويا مصري 50 كيلو. عايز اجيب لك بس الحته كلها، انا بحط شكاره فوق شكاره، اهي طبقه فوق طبقه، اهو اهو فول الصويا. بعد كده 50 كيلو ردة، الردة اهي، اهي الردة اهي، اهي الردة اهي. طبعا جاي عليها الشيشة لكن الردة باينة تحت خالص. أول حاجة حطيتها قشر فول صويا، اهي تحت خالص، اهي طبقاتها، لاحظ كده طبقات، ادي دي طبقة طبقة، اهو قشر فول الصويا بينهم، اهو كل ما اجيب يهدي. قشر فول الصويا اهوت، اقرب الكاميرا شويه، قشرة. تمام، يبقى احنا هنقول تاني 50 كيلو ذرة، دشيش الذرة، 50 كيلو فول صويا مصري، ما تجيبش المستورد لان المصري بين التمن ده وده كتير جدا، 50 كيلو ردة، 50 كيلو قشر فول صويا. نتكلم على التمن، الدشيش النهاردة ب15 جنيه، واحسب بقى 15 في 50 يبقى ب750. الصويا المصري النهاردة ب470 جنيه، يعني الكيلو أقل من 10 جنيه. المستوردة الكيلو ب38 جنيه، طبعا المستوردة أفضل، بس روحت بقى أنت عشان تجيب مثلا 50 كيلو عايز تدفع أقل من 2000 جنيه، حاجة بسيطة فكتير جدا يعني، والمصري مقديها الغرض وخلاص. الردة النهاردة ب370 جنيه، قشر فول الصويا ب305، يبقى 305 قشر فول صويا. هنرجع تاني للردة 370، الصويا 470، أغلى حاجة الذرة 750، بس أنا مش جايبه كده، أنا كنت جايبه من عند الفلاحين ومقشره هنا، لكن أنت هتجيبه النهاردة ب15 جنيه. هنقلب دول على بعض وبعدين خليك معايا نوريك الأملاح. الفاتورة بتاعت الأملاح اهيت، الاملاح حاجات مش غالية. طبعا هتجيب بودر بلاط، الشكارة من 20 لـ30 جنيه، انا شاريها النهاردة ب25 جنيه، شكارة بحالي ما بحتاجهاش طبعا كلها. بنجيب بريميكس تسمين، بنجيب مضاد سموم كيلو، بودرة البلاط انا حاطط 10 كيلو، بريميكس تسمين كيلو، مضاد سموم كيلو، أملاح معدنية كيلو. بنجيب ايه كمان؟ اللي هو فيتامين ألف دال تلاتة اهي. عايز اوريكم عرضتلكم الفاتورة اهيت والفوارق اهي، بس عشان خاطر اسم الشركة يعني. ديت ايه؟ الأملاح المعدنية اهيت، ماشي؟ دي ده فيتامين ألف دال تلاتة اهي، اهو ألف دال تلاتة اهي، ده مضاد السموم، يا رب تكون واضحة،
اخر حاجه بريميكس تسمين. الحاجات دي كلها انا جايبها ب 63 جنيه. هنقلبها كلها على بعضها، اهي طبقات اهيت قلبناها اهو، هتقلب كلها على بعضها وهنضيف على العلف بعد ما ايه ما نقلبه. تابع معايا هنقلب العلف واصوره لك تاني. رجعنا تاني بعد ما قلبنا، شايف حضرتك اهو. اهم حاجه في التقليب ان يبقى كله يعني زي بعضه، ما تخليش حاجه، يبقى تقليب كويس جدا اهو. عايز اعرض لك بس في ثواني كده عشان ما اطولش في الفيديو التكاليف، عشان في ناس كتير بتسالني. 50 كيلو صويا ب 470 جنيه صويا مصري، 50 كيلو ذره شيشه بسعر النهارده 750 جنيه، 50 كيلو رده 370 جنيه، 50 كيلو قشر فول صويا 305، بودره البلاط وملح الطعام والبريميكس تسمين ضد السموم ا د ثلاثه اهي، املاح معدنيه، كل الحاجات دي ب 90 جنيه. يبقى الاجمالي كله عندي 1985 جنيه. اجمالي الكميه 219. 219. تعال شوف بقى فوق كده. 1985 على 219 يبقى كيلو واقف ب 9 جنيه و6 ساغ. الكيلو واقف عليا ب 9 جنيه و6 ساغ. انا بدعوك تعمل التركيبه دي عندك رخيصه النهارده ب 9 جنيه رخيص. تاني حاجه، في ناس بتجيب مثلا بطاطا او بطاطس وتاكلها، البطاطا والبطاطس دي ما فيهاش بروتين، فيها نسبه بروتين قد ايه؟ البطاطا والبطاطس دي فيها نسبه بروتين قد ايه؟ بسيطه. ف يعني يا ريت يا ريت تعمل حتى لو كميه صغيره، انا بحب اعمل الكميه دي عشان خاطر اعيش عليها كتير، ما وبعدين كل يوم الاسعار في الزياده يعني. ديت الخلطه ديت للبط بعد ما كبر، ما تنفعش للبط وهو صغير، دي مثلا 16% بروتين، 16.5 17 بالكتير. شكرا ليكم والى اللقاء، ولو عندك اي استفسار اكتب لي في التعليقات وهرد عليك، حتى لو عندك مواد علف ثانيه غير ديت برضو لها حل وهرد عليك. وهنتابع مع بعض ان شاء الله نتيجه العلفه ديت على الطيور. شكرا ليكم والى اللقاء.